بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا فيكم أعزائي الطلاب والطالبات الصف الثامن في شرح درس جديد من دروس كتاب الرياضيات للصف الثامن الفصل الثاني. درسنا لليوم بعنوان حل المعادلة التربيعية باستخدام القانون العام. ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول. أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف. أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكو، وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون. فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون، رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو. أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، الروابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو، وبتمنى إنكم تطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيدكم كتير. وعشان ما نطولش عليكم خلونا نبدأ. زي ما احنا شايفين عندي نشاط واحد، بلغت نسبة الادخار في فلسطين 6.1% عام 2015 ميلادي وفق التقرير السنوي لسلطة النقد الفلسطينية. فإذا كانت قيمة مبلغ بعد استثماره ولمدة سنتين تعطى بالمعادلة ميم بتساوي 1000 مضروبة في 1 زائد سين الكل تربيع، حيث تمثل سين قيمة الفائدة. أجد سين إذا كان المبلغ في نهاية السنتين عبارة عن 1100 دينار، يعني المبلغ في نهاية السنتين حيكون بيساوي 1100 دينار. طبعا معناها أنه ميم في نهاية السنتين راح تكون عبارة عن 1100 دينار، يعني 1000 مضروبة في 1 زائد سين تربيع حيساوي 1100. فبالتالي عشان نتخلص من الألف ونخلي الواحد زائد سين الكل تربيع لحالها، حنقسم طرفي المعادلة على ألف، فتصبح المعادلة 1 زائد سين الكل تربيع حتساوي 1.1. إذن لما ناخد الجذر للطرفين فرح يطلع عندي إنه التربيع هنا رح يروح بسبب الجذر، إنه 1 زائد سين حتساوي موجب أو سالب جذر 1.1. يعني إما 1 زائد سين حيساوي جذر 1.1، ومنها سين حتساوي جذر 1.1 ناقص 1، أو 1 زائد سين حتساوي سالب جذر 1.1، ومنها سين حتساوي سالب جذر 1.1 ناقص 1. وهذه الإجابة راح نهملها. ليش؟ لأنه راح تطلع القيمة سالبة وقيمة الزيادة هنا من المستحيل أنه تكون سالبة. طيب فبنلاحظ أنه الحل الوحيد تبع المعادلة هذا الحل، يعني هذا الحل بنهمله أو بنرفضه. طيب هل يمكن تحديد عدد الحلول للمعادلة التربيعية دون حلها؟ يعني بدون ما نحل المعادلة هل بقدر أحدد كم حل عندي للمعادلة التربيعية؟ نيجي نشوف. عندي تعريف بيحكي لي يسمى المقدار ب تربيع ناقص 4 ألف جيم مميز المعادلة التربيعية، حيث ألف سين تربيع زائد ب سين زائد جيم يساوي 0. يعني لما تكون عندي المعادلة التربيعية مكتوبة على الصيغة ألف سين تربيع زائد با سين زائد جيم بتساوي 0، المميز هذا بنسميه مميز المعادلة التربيعية. طيب إيش فائدة المميز اللي هو عبارة عن با تربيع اللي هي با هنا معامل سين ناقص 4 في ألف اللي هو معامل سين تربيع في جيم اللي هو معامل أو المعامل الثابت في المعادلة التربيعية؟ يحدد مميز المعادلة التربيعية عدد الحلول أو الجذور لتلك المعادلة. يعني بيقول لي إنه فائدة المميز إنه أنا أقدر أحدد أكم حل أو أكم جذر موجود للمعادلة.
طيب نيجي الآن نشوف نشاط 2 عشان نعرف هذا الكلام صح ولا لا. بيقول لي أكمل بإيجاد المميز وجذور المعادلة سين تربيع زائد 5 سين زائد 4 بيساوي 0 إن أمكن، يعني إذا كان موجود حلول لهذه المعادلة. طيب لاحظوا إنه هذه المعادلة مكتوبة على الصيغة العامة للمعادلة التربيعية، إذن لما أنا بدي أجيب المميز بأقدر أجيبه مباشرة، فبالتالي معامل سين تربيع اللي هو ألف بيساوي 1، معامل سين عبارة عن موجب 5 وجيم عبارة عن موجب 4، إذن المميز بيساوي ب تربيع ناقص 4 ألف جيم اللي هو عبارة عن 5 تربيع ناقص 4 في 1 في 4 ويساوي 25 ناقص 16 ويساوي 9، يعني المميز موجب. طيب إيش يعني المميز موجب؟ هل قلت رح نعرف؟ طب لما يطلع المميز موجب أكم جذر بيطلع للمعادلة؟ برضو أيضا عدنا رح نعرف. الآن نحل هذه المعادلة عن طريق التحليل وحلل العبارة، فإيش رح تطلع عندي؟ سين زائد 4 مضروبة في سين زائد 1، طبعا بدي رقمين حاصل ضربهم موجب 4 ومجموعهم موجب 5 اللي هما 4 والواحد. يعني حلول المعادلة إنه إما سين زائد 4 حتساوي 0 ومنها سين حتساوي سالب 4، أو سين زائد 1 حتساوي 0 ومنها سين حتساوي سالب 1. يعني سين إما حتكون بتساوي سالب 4 أو سالب 1، يعني أكم حل للمعادلة عندي؟ عندي حلين. ألاحظ أن المميز موجب، يعني المميز اللي حسبناه اللي طلع بيساوي 9 عبارة عن رقم موجب، وأن للمعادلة التربيعية جذرين مختلفين، جذرين معنى حلين مختلفين، يعني في عندي قيمتين لسين بتحقق المعادلة اللي هما السالب 4 والسالب 1. إذن بيقول لي أتعلم، إذا كان مميز المعادلة التربيعية ألف سين تربيع زائد با سين زائد جيم بيساوي 0 موجبا، يعني إذا كان رقم موجب، فإن لهذه المعادلة جذرين حقيقيين مختلفين، يعني أكيد عندي لهذه المعادلة إذا كان المميز موجب جذرين حقيقيين مختلفين، يعني مثلا زي 5 و6 7 و1 من 10 مثلا. المهم في عندي رقمين حقيقيين مختلفين بيحققوا المعادلة وبيحققوا قيم سين تبعت المعادلة. طيب لو ما كان المميز عندي للمعادلة موجب، نيجي نشوف النشاط إيش رح يطلع عندي. أكمل بإيجاد المميز وجذور المعادلة 4 صاد تربيع زائد 12 صاد زائد 9 بيساوي 0. أولا بنلاحظ إنه هذه المعادلة مكتوبة على الصيغة العامة، ألف بتساوي 4 اللي هي معامل صاد تربيع، ب بتساوي 12 اللي هي معامل صاد، وجيم بتساوي موجب 9 اللي هي عبارة عن الثابت. إذن المميز إيش بيساوي قانونه؟ لازم نحفظه، ب تربيع ناقص 4 ألف جيم، ب تربيع اللي هي 12، 12 تربيع بيطلع عندي 144 ناقص 4 في ألف، ألف عبارة عن معامل سين اللي هو 4 ضرب اللي هو جيم اللي هي عبارة عن 9. طيب إذن 144 اللي هي عبارة عن 12 تربيع ناقص 4 في 4 في 9، طبعا 4 في 4 في 9 بيطلع عندي 144. طيب يعني 144 ناقص 144 بيطلع عندي 0. إيش اللي طلع بيساوي 0؟ اللي هو المميز، يعني المميز طلع بالآخر عندي بيساوي 0. طيب نيجي الآن نشوف جذور المعادلة ونشوف أكم جذر عندي للمعادلة. طيب زي ما إحنا شايفين المعادلة هذه عبارة عن مربع كامل، لأنه هنا عندي 4 صاد تربيع عبارة عن مربع، وعندي هنا موجب 9 أيضا عبارة عن مربع، والتسعة زي ما إحنا شايفين لما نجيب جذرها ونضربها في 2 ضرب 2 فبالتالي بيطلع عندي 12 صاد. فبالتالي المعادلة هذه عبارة عن معادلة مربع كامل، فبالتالي المعادلة رح تطلع عندي هنحللها، فرح تصير المعادلة بالصورة هذه اللي موجودة عندي اللي عبارة عن 2 صاد زائد 3 الكل تربيع بيساوي 0،
لأنه هنا عندي مربع كامل وهنا عندي مربع كامل وهذا عندي اللي هو 12 صاد عبارة عن جذر هذه ضرب جذر هذه ضرب 2، يعني جذر الأربعة صاد تربيع اللي هي عبارة عن 2 صاد، جذر التسعة عبارة عن 3، 2 صاد ضرب 3 ضرب 2 بيديني قديش؟ 12 صاد اللي هو عبارة عن الحد الأوسط. فعشان هيك عرفت انه هذه القيمة او هذه المعادلة عبارة عن مربع كامل، فقدرت اكتبها على الصورة هذه اللي هو جذر الاول زائد جذر الحد الثالث اللي هو الاخير الكل تربيع. اذا لما ناخد الجذر لهذا الكلام بيطلع عندي انه اما 2 صاد زائد 3 حتساوي 0، ومنها صاد حتساوي سالب 3 على 2، او 2 صاد زائد 3 حتساوي 0، ومنها ايضا صاد حتساوي سالب 3 على 2. طيب لاحظوا انه عندي هنا طلع الجواب هو نفسه هذا الجواب. ايش معنى هذا الكلام؟ بيقول لي الاحظ ان جذري المعادلة التربيعية متساويان، يعني طلع عندي جذرين ولكن بيساووا بعض. بيقول لي اتعلم اذا كان مميز المعادلة التربيعية الف سين تربيع زائد با سين زائد جيم بيساوي صفر، اذا ان لهذه المعادلة جذرا واحدا مكررا، يعني في عندي جذرين ولكنهم متساويين او جذر واحد مكرر. فلذلك اذا حسبنا المميز لمعادلة تربيعية ولقينا انه بيساوي صفر، فحنعرف مباشرة انه في عندي جذر واحد لهذه المعادلة او جذرين متساويين نفس الاشي. بينما زي ما حكينا قبل هيك اذا كان المميز موجب حيكون في عندي جذرين حقيقيين مختلفين للمعادلة. طيب لو طلع المميز سالب، ايش في هذه الحالة بيكون عدد الجذور او ايش حالة الجذور في هذه الحالة؟ نيجي نشوف نشاط 4، اكمل بايجاد المميز وجذور المعادلة سين تربيع ناقص 2 سين زائد 3 بيساوي 0. طيب احنا عارفين انه معامل سين تربيع واحد، يعني الالف حتساوي واحد، الباء حتساوي سالب 2 اللي هي معامل سين، وجيم حتساوي موجب 3 اللي هو عبارة عن معامل الثابت اللي موجود في المعادلة. طيب المميز بيساوي 4 ب او ب تربيع ناقص 4 الف جيم، لازم نحفظه زي ما حكينا، يعني 4 اللي هو عبارة عن ب تربيع اللي هو سالب 2 اللي هو بيساوي 4 ناقص 4 في الف اللي هي عبارة عن 1 في جيم اللي هي عبارة عن 3، 4 ناقص 4 في 3 يعني ناقص 12، فبيطلع الجواب سالب 8. طيب يعني المميز طلع عندي سالب، طب في حالة إذا كان المميز سالب إيش بستفيد أو إيش بيطلع عندي الجذور؟ نيجي نشوف نحل المعادلة بإكمال المربع، سين تربيع ناقص 2 سين بيساوي سالب 3، بدنا نجيب نص معامل سين ونربعه ونضيفه على الطرفين، نص معامل سين اللي هو عبارة عن إيش؟ موجب واحد أو سالب واحد عفوا، تربيع بيطلع عندي موجب واحد حنضيفه على الطرفين. طيب حنجيب الآن الجذر، السين تربيع حيطلع عندي سين، جذر الواحد بيطلع عندي واحد بيساوي سالب 3 زائد واحد اللي هو بيطلع عندي سالب 2. طيب عشان نكمل الحل بطريقة إكمال المربع لازم ناخد الجذر للطرفين عشان نتخلص من التربيع زي ما تعلمنا في الدرس اللي فات. طيب أخذنا الجذر، بيطلع عندي سين ناقص واحد بيساوي موجب أو سالب جذر السالب 2. طيب كيف جذر السالب 2 بتزبط عندي؟ مش احنا عارفين انه جذر ما بيكون الا العدد موجب، اذا جذر 2 عدد غير حقيقي، اي انه لا يوجد حل في مجموعة الاعداد الحقيقية لهذه المعادلة، يعني هذه المعادلة الجواب تبعها بيطلع عندي موجب او سالب جذر السالب 2. طيب موجب او سالب جذر السالب 2 ما فيش عدد حقيقي الجذر تبعه بيديني او جذره او جذر لعدد سالب، فبالتالي ما في عندي اي عدد حقيقي لما نربعه بيطلع عندي عدد سالب،
ففي هذه الحالة هذا العدد مش موجود في مجموعة الأعداد الحقيقية. طيب لاحظوا عندي أنا يعني المعادلة هذه ملهاش حل، يعني ما فيش إلها جذر حقيقي. طيب المميز إيش قيمته طلعت؟ طلعت قيمته سالبة. طيب إيش رح نستنتج من هذا الكلام؟ إذن الاستنتاج اللي أنا رح أستنتجه من هذا الكلام إنه أتعلم إذا كان مميز المعادلة التربيعية سالبا، يعني كانت إشارة المميز سالبة، فلا يوجد لها جذور حقيقية، يعني لا يوجد لها حل في مجموعة الأعداد الحقيقية. إذن الآن أنا صار في عندي ثلاث حالات للمميز. إذا كان المميز موجب يعني في عندي جذرين أو حلين حقيقيين مختلفين. طب إذا كان المميز صفر، يعني كان المميز قيمته صفر، في عندي جذر واحد فقط أو جذرين متساويين. طب إذا كانت قيمة المميز سالبة لا يوجد جذور حقيقية للمعادلة. فهيك أنا بكون عرفت الثلاث حالات تبعت المميز. فبالتالي إذا بدي أعرف كم جذر لا المعادلة بشوف إشارة المميز. قديش قيمة المميز دائما؟ ب تربيع ناقص 4 ألف جيم، ولكن لازم تكون المعادلة التربيعية مكتوبة على الصيغة هذه عشان نقدر نجيب ألف وباء وجيم. طيب عندي نشاط 5 بيحكي لي أكمل بإيجاد المميز للمعادلات الآتية وأبين عدد جذورها، يعني بدي من المميز أحسب عدد الجذور. طبعا عندي المعادلة الأولى 3 س تربيع ناقص 5 س زائد 4، طبعا مكتوبة على الصيغة العامة للمعادلة التربيعية، إذا بقدر أجيب ألف وباء وجيم. ألف معامل س تربيع 3، باء معامل س سالب 5، جيم عبارة عن 4 زي ما إحنا شايفين. المميز لإلهم بيساوي باء تربيع ناقص 4 ألف جيم. باء تربيع يعني سالب 5 تربيع، 4 في ألف اللي هي عبارة عن 3 في جيم اللي هي عبارة عن 4، فبيطلع الجواب عندي 25 ناقص 48، يعني بيطلع الجواب عبارة عن 23 بالسالب. ليش؟ لأنه الرقم الكبير هو الرقم السالب. فبما أن المميز سالب فإن عدد جذور المعادلة قديش؟ يساوي صفر، يعني ما فيش عندي ولا جذر للمعادلة، لأنه زي ما حكينا لما يكون المميز سالب ما بيكونش في عندي جذور حقيقية للمعادلة. طيب نيجي الآن للمعادلة ب، 4 س تربيع ناقص 4 س زائد 1 بيساوي صفر. أيضا المعادلة مكتوبة على الصيغة العامة للمعادلة التربيعية، فإذا بقدر أجيب ألف وباء وجيم. ألف اللي هي معامل س تربيع بتساوي 4، ب معامل س اللي هو سالب 4، طبعا تنسوش تاخدوا الإشارة معه، وجيم عبارة عن العدد الثابت اللي هو عبارة عن موجب 1. المميز بيساوي ب تربيع ناقص 4 ألف جيم اللي هو بيساوي سالب 4 تربيع ناقص 4 في ألف اللي هي عبارة عن 4 في جيم اللي هي عبارة عن 1. طيب لاحظوا سالب 4 تربيع بيطلع عندي قديش؟ 16، ناقص 4 في 4 في 1 بيطلع عندي 16، إذن بيطلع عندي المميز بيساوي 0. وبما أن المميز 0 فإن عدد جذور المعادلة يساوي 1، يعني فقط جذر 1 للمعادلة لأن المميز يساوي 0. طيب نيجي الآن لجيم. المعادلة جيم سالب 3 ص تربيع ناقص 4 ص ناقص 1 بيساوي 0. طيب قديش قيمة ألف؟ عبارة عن سالب 3 اللي هو معامل ص تربيع. قيمة باء عبارة عن سالب 4 اللي هي معامل ص. قيمة جيم عبارة عن سالب 1 اللي هي الرقم الثابت. إذن المميز بيساوي باء تربيع ناقص 4 ألف جيم ويساوي باء تربيع قديش؟ سالب 4 سالب 4 تربيع ناقص 4 في ألف اللي هي سالب 3 في جيم اللي هي سالب 1. إذن بطلع الجواب 16 ناقص 12 وبطلع عندي موجب 4. فبما أن المميز موجب
فإن عدد جذور المعادلة يساوي جذرين، يعني في عندي جذرين حقيقيين مختلفين للمعادلة. إذن لما يكون المميز سالب بيكون عندي عدد الجذور صفر، لما يكون المميز صفر بيكون عدد الجذور واحد، لما يكون المميز موجب بيكون عدد الجذور اثنين. فبالتالي الآن عرفنا كيف نحسب عدد جذور المعادلة حتى من قبل ما نحل المعادلة. طيب نيجي الآن لأناقش أيهما أخطأ في إيجاد مميز المعادلة التربيعية، حسام أم سعاد، وأفسر إجابتي. نيجي نشوف إيش سوى حسام وإيش سوت سعاد. حسام قال لي إنه المعادلة 5 صاد تربيع ناقص 3 صاد بتساوي 2، قال لي إنه المميز بيساوي با تربيع ناقص 4 ألف جيم. بس لاحظوا إنه المعادلة مش على الصيغة العامة، فالصيغة العامة لازم نودي 2 على الجهة الثانية ونخلي هنا بيساوي 0 ونعكس إشارة الاثنين. فلاحظوا هنا إنه هو أخذ جيم بالإشارة تبعتها اللي هي الموجبة موجب 2، فهذا الإشي غلط. فبالتالي بما إنه ما كتبش المعادلة على الصيغة الصحيحة فبيطلع عنده المميز غلط، فبالتالي لازم نحل زي حل سعاد. سعاد إيش سوت؟ نقلت 2 على الجهة الثانية وكتبت المعادلة التربيعية على الصيغة العامة الصحيحة عشان تجيب معامل صاد تربيع ومعامل صاد والعدد الثابت، فلازم يكون الجهة الثانية عندي بتساوي 0. الآن بقدر أجيب المميز اللي هو بيساوي با تربيع ناقص 4 ألف جيم، وجيم قيمتها بتكون سالب 2، فبالتالي بيطلع المميز موجب، يعني له جذرين حقيقيين مختلفين. فبالتالي حل سعاد هو الحل الصحيح لأنها كتبت المعادلة على الصورة العامة الصحيحة، عكس حل حسام اللي ما كتبش المعادلة على الصورة العامة فطلع حله خطأ إنه المميز سالب وما فيش عندي حلول حقيقية للمعادلة. طيب بيقول لي هنا في عندي تعريف: يمكن إيجاد جذور المعادلة التربيعية المكتوبة بالصورة ألف سين تربيع زائد با سين زائد جيم بيساوي صفر، حيث ألف لا تساوي صفر إن أمكن حلها باستخدام القانون العام. يعني بقدر أجيب جذور المعادلة التربيعية باستخدام القانون العام. طيب بالله إيش بيقول لي القانون العام؟ بيقول لي القانون العام إنه سين اللي هي قيمة السين اللي هي حل المعادلة إيش بيساوي؟ بيساوي سالب با موجب أو سالب جذر البا تربيع ناقص 4 ألف جيم اللي هو عبارة عن المميز على 2 ألف. يعني عشان نجيب قيمة سين، طبعا سين إلها قيمتين إما سالب أو موجب، يعني بناخد هذا المقدار كله بإشارة الموجب اللي هان أو بناخده كله بإشارة السالب، يعني بيكون في عندي حلين للمعادلة أو لقيمة سين. فهذا بيقول لي إنه هذا اسمه القانون العام. فبالتالي هاي صار في عنا أكتر من طريقة عشان نحل المعادلة التربيعية. أولا أخذنا الطريقة تبعت التحليل، وأيضا بعديها طريقة إكمال المربع، وهي عنا طريقة القانون العام. طبعا القانون العام بيحل لي أي معادلة تربيعية، طبعا إذا كان في إلها حل حقيقي. كيف؟ لأنه لازم يكون المميز عبارة عن عدد موجب أو صفر أو صفر، ولكن المميز ما بينفع يكون سالب. يعني المميز إذا كان سالب معناها الجذر هذا رح يطلع جذر عدد سالب، فبالتالي رح تطلع قيمة سين عدد غير حقيقي، فبالتالي مش رح يكون في عندي حل للمعادلة. طبعا هذا القانون العام لازم تحفظه لأنه حيظلوا معكم لعند الثانوية العامة، فهو مهم جدا جدا، وهذا بيحل أي معادلة تربيعية. والآن رح نيجي ناخد نشاط كيف بنقدر نحل بالقانون العام، وبالتالي حنعرف كيف نحل المعادلة أي معادلة في الدنيا باستخدام القانون العام. نيجي الآن لنشاط 6: أكمل حل المعادلة التربيعية الآتية مستخدما القانون العام. عندي 2.5 سين زائد 1.5 بيساوي سين تربيع. طبعا لاحظوا إنه القيم مضروبة
مضاف إلها نص، يعني 2.5 و1.5. فهذه المعادلة مستحيل أني أنا أقدر أحللها عن طريق التحليل. طيب كيف بقدر أحللها؟ إذن عن طريق القانون العام. طيب حولنا أو قلبنا 2.5 على الجهة الثانية عند سين، وأيضا 1.5 قلبناها على الجهة الثانية، فبتصير المعادلة سين تربيع ناقص 2.5 سين لأنه قلبناها على الجهة الثانية، ناقص 1.5 أيضا لأنه قلبناها على الجهة الثانية، بيساوي 0. لأنه بعد ما ننقل هدول على الجهة الثانية بضلش عندي هنا ولا إشي، يعني بيضل 0. طيب لاحظوا هنا إيش سوى؟ ضرب المعادلة كلها باثنين. ليش؟ عشان يتخلص من النص. فبالتالي سين تربيع ضرب 2 بتصير 2 سين، 2.5 سين ضرب 2 بتصير 5 سين، 1.5 ضرب 2 بتصير 3. طبعا الإشارات رح تضلها زي ما هي. طيب هيك المعادلة موجودة على الصورة العامة، ألف سين تربيع زائد با سين زائد جيم بيساوي 0. ألف قديش بتساوي؟ موجب 2، با سالب 5، وجيم سالب 3. طيب المميز في هذا الحالة قديش بيساوي؟ المميز بيساوي با تربيع ناقص 4 ألف جيم، يعني با تربيع اللي هي سالب 5 تربيع ناقص 4 مضروبة في ألف اللي هي 2 مضروبة في جيم اللي هي سالب 3. يعني المميز بيطلع عندي 25 زائد 24 ويساوي 49. هذا هو المميز. بعد ما نجيب المميز طلع المميز موجب، يعني المعادلة هذه في إلها حلين أو جذرين حقيقيين مختلفين. طيب الآن نيجي على القانون العام اللي قلنا إيش بيساوي القانون العام. موجب أو سالب، طبعا سالب با موجب أو سالب الجذر التربيعي للمميز اللي هو إيش بيساوي؟ اللي هو بيساوي با تربيع ناقص 4 ألف جيم اللي هو إحنا جبناه توي على 2 ألف. طيب إذن عوضنا تعويض مباشر، سالب با طبعا با عبارة عن سالب 5، فسالب السالب حيصير موجب. موجب أو سالب جذر المميز اللي هو عبارة عن 49 اللي هو با تربيع ناقص 4 ألف جيم، لأنه توي جبنا المميز فبالتالي حطينا قيمته مباشرة، تقسيم 2 ألف، ألف عبارة عن إيش؟ عبارة عن 2، يعني 2 ضرب 2. إذن هذه هي قيم سين تبعت حل المعادلة. طيب نيجي نجيب القيم، طبعا مرة رح ناخد بالموجب ومرة رح ناخد بالسالب. طيب سالب السالب 5 بطلع عندي موجب 5. موجب أو سالب جذر 49 عبارة عن 7، واثنين ضرب 2 عبارة عن 4. طيب معنى هذا الكلام إنه سين حتساوي إما 5 زائد 7 على 4 أو 5 ناقص 7 على 4. يعني رح ناخد هذا المقدار كله مرة بالموجب ومرة بالسالب، فمرة رح تكون الإشارة هنا موجب ومرة رح تكون الإشارة سالب. هدول هم جذرين الحقيقيين المختلفين. طيب 5 زائد 7 بيطلع عندي 12، تقسيم 4 يعني سين بتطلع بتساوي 3، أو 5 ناقص 7 بيطلع عندي بيساوي سالب 2 على 4، فبالتالي بيطلع عندي جواب سالب نص، يعني سين حتساوي سالب نص. فبالتالي عندي حلين، إما سين حتساوي 3 أو سالب نص. ليش؟ لأنه المميز طلع عندي موجب اللي هو 49، وإحنا حكينا إنه المميز لما يطلع موجب في هذه الحالة رح يكون في عندي حلين حقيقيين مختلفين للمعادلة، وفعلا طلع عندي حلين للمعادلة باستخدام القانون العام، هما الثلاثة والسالب نص. طيب نيجي الآن لنشاط 7. نشاط 7 بيحكي لي إذا كان جذر المعادلة سين تربيع زائد 2 ميم زائد 1 في سين زائد ميم تربيع يساوي 0 متساويين. يعني جذرين المعادلة متساويين، إيش معنى هذا الكلام؟ معناها إنه المميز بيساوي 0. طيب إيش المطلوب؟ بيقول لي أكمل بإيجاد قيمة الثابت ميم، يعني بده قيمة ميم. طيب عشان نجيب قيمة ميم، بما إنه قال لي مميز المعادلة التربيعية بيساوي 0، إذن با تربيع ناقص 4 ألف جيم حيساوي 0.
ليش؟ لأنه قال لي إنه جذراء المعادلة متساويين، لأن جذراء المعادلة متساويين، إذن المميز حيساوي صفر. طب إيش قيمة المميز؟ ب تربيع ناقص 4 ألف جيم حتساوي صفر. هذا هيك إحنا حلينا السؤال. إذن حنجيب من المعادلة قيمة ألف اللي هي معامل سين تربيع اللي هي بتساوي 1، قيمة باء اللي هي عبارة عن معامل سين، لاحظوا أكبرها، اللي هي بتساوي 2 ميم زائد 1، وقيمة جيم اللي هو عبارة عن العدد الثابت اللي هي بتساوي إيش؟ اللي هي بتساوي ميم تربيع. طبعا قيمة معامل سين 2 ميم زائد 1 لما نضرب الاثنين في الطرفين يعني ندخلها على القوس حتصير 2 ميم زائد 2، فهذه هي قيمة ب. طيب نيجي الآن نعوض في معادلة المميز. ب تربيع يعني 2 ميم زائد 2 الكل تربيع، ناقص 4 في ألف اللي هي 1، في جيم اللي هي ميم تربيع. إذن راح تطلع عند المعادلة 4 ميم تربيع زائد 8 ميم زائد 4 اللي هو مفكوك هذا القوس، الأول تربيع زائد الثاني تربيع زائد الأول في الثاني في 2، يعني 2 ميم ضرب 2 4 ميم ضرب 2 8 ميم. فهيك إحنا فكينا هذا القوس، ناقص 4 في ميم تربيع زي ما إحنا شايفين. طيب عندي 4 ميم تربيع وعندي سالب 4 ميم تربيع، يعني هذا المقدار راح يروح مع هذا المقدار، حيضل عندي 8 ميم ناقص 4 بيساوي 0. طيب حنودي الأربعة على الجهة الثانية عشان نجيب قيمة ميم، فبيطلع عندي 8 ميم بيساوي سالب 4، حنقسم على 8 الطرفين عشان نجيب قيمة ميم، فإذا بتطلع قيمة ميم 1 على 2 بالسالب، يعني عبارة عن سالب نص. فهذه هي قيمة ميم اللي بتخلي المعادلة هذه عبارة عن، أو بتخلي جذرين المعادلة متساويين، يعني بتخلي المعادلة هذه إلها جذر حقيقي واحد فقط. نيجي الآن لحل التمارين والمسائل. أجد مميز كل من المعادلات الآتية وأحدد عدد جذورها. طيب لما بدنا نجيب المميز للمطلوب ألف للمعادلة هذه، طبعا زي ما احنا شايفين المعادلة مش مكتوبة على الصورة العامة، فلازم نكتبها بالأول على الصورة العامة اللي هي 5 سين تربيع زائد 3 سين زائد 1 يساوي 0. هيك أنا كتبت هذه المعادلة على الصورة العامة، لازم تكون الجهة هذه بتساوي 0. إذن ألف بتساوي 5 وباء بتساوي 3 اللي هي معامل سين، وجيم بتساوي موجب 1. إذن لما بدنا نجيب المميز باء تربيع ناقص 4 ألف جيم اللي هو بيساوي 3 تربيع ناقص 4 في 5 في 1، 3 تربيع بيطلع عندي 9 ناقص 20 ويساوي سالب 11. طيب معناها طلع عندي المميز سالب، يعني أكم جذر في عندي للمعادلة الأولى؟ يعني لا يوجد جذر حقيقي لها، يعني ما فيش عندي ولا جذر إلى المعادلة الأولى زي ما احنا شايفين. فبالتالي المطلوب ألف المعادلة اللي موجودة عندي ما فيش إلها ولا جذر. طيب نيجي الآن للمعادلة باء. بالنسبة للمعادلة باء زي ما احنا شايفين أيضا مش مكتوبة على الصورة العامة، الصورة العامة لازم ننقل الأربعة على الجهة الثانية أو بننقل هدولة على الجهة هديك. أنا لخاطر أنه ننقل هدولة على الجهة هديك، فإذا بيطلع عندي سين تربيع لأنه السالب سين لما ننقل على الجهة الثانية حتصير سين تربيع ناقص 13 سين زائد 4 حيساوي 0. طيب معامل ألف قديش؟ بتساوي 1. طب معامل باء؟ سالب 13. طب معامل جيم؟ بيساوي موجب 4. طيب بالنسبة للمميز باء تربيع ناقص 4 ألف جيم إيش حيساوي؟ باء تربيع عبارة عن سالب 13 الكل تربيع ناقص 4 في ألف في جيم اللي هو في 1 في 4. طيب 13 تربيع بيطلع عندي 169 ناقص 4 في 4 بيطلع عندي 16،
إذن بيطلع عندي جواب 153، يعني عدد موجب. فبالتالي يوجد للمعادلة جذرين، يوجد للمعادلة جذرين حقيقيين مختلفين. ليش؟ لأنه المميز طلع عندي مميز موجب. طيب نيجي الآن لجيم. أيضا جيم المعادلة مش مكتوبة على الصيغة العامة، فلازم ننقل الأربعين صاد على الجهة الثانية ونرتب المعادلة. طيب 5 أو 16 صاد تربيع ناقص 40 صاد زائد 25 بيساوي 0. يعني عدت رتبت المعادلة على الصيغة العامة. الآن المميز بيساوي ب تربيع، طبعا ب عبارة عن سالب 4 اللي هو معامل صاد، أو سالب 40 عفوا، يعني سالب 40 تربيع ناقص 4 ضرب ألف اللي هي عبارة عن 16 ضرب جيم اللي هي عبارة عن 25. طيب لما نحسب إحنا هذا المقدار، سالب 40 تربيع ناقص 4 في 16 في 25، رح نلاقي إنه الجواب بيساوي 0. طيب إيش معنى إنه الجواب يساوي 0 للمعادلة هذه؟ أكم جذر لإلها؟ يعني جذر واحد، يوجد جذر واحد للمعادلة في الفرع جيم. يعني المعادلة اللي موجودة في الفرع جيم إلها جذر حقيقي واحد أو جذرين حقيقيين متساويين، يعني نفس الجذر. طيب نيجي الآن لسؤال 2. بيقول لي في سؤال 2 استخدم القانون العام لحل كل من المعادلات الآتية إن أمكن. يعني إذا قدرت تحلها بالقانون العام وكان المميز لإلها قديش؟ عدد موجب أو بيساوي صفر، لأنه إذا كان المميز سالب مش رح نقدر نجيب حلول للمعادلة. طيب نيجي الآن لألف. 2 صاد تربيع زائد 1 يساوي 6 صاد. طيب بالنسبة لألف نيجي نحلها هنا المعادلة ألف زي ما إحنا شايفين. طيب 2 صاد تربيع زائد 1 بيساوي 6 صاد. لازم نكتب المعادلة على الصيغة العامة، يعني 2 صاد تربيع ناقص 6 صاد، رح ننقل 6 صاد على الجهة الثانية، زائد 1 بيساوي 0، عشان ما نتخربطش وإحنا قاعدين بنطلع معامل ألف ومعامل باء ومعامل جيم. فمعامل ألف حيساوي 2 وباء حتساوي سالب 6 وجيم حتساوي موجب 1. إذن المميز ب تربيع ناقص 4 ألف جيم حيساوي ب تربيع اللي هي سالب 6 الكل تربيع ناقص 4 في 2 في معامل جيم اللي هو الواحد. يعني المميز قديش بطلع؟ 36 ناقص 8، فبيطلع المميز بيساوي 28. يعني المميز طلع عندي عدد موجب، فبالتالي المميز اللي موجود عندي موجب. إذن رح أعرف إنه المعادلة إلها جذرين حقيقيين مختلفين. طيب نيجي الآن للقانون العام. سين أو صاد اللي عندي في المعادلة إيش حتساوي؟ سالب ب، طبعا ب عبارة عن سالب 6، يعني سالب سالب 6 موجب أو سالب الجذر التربيعي للمميز تقسيم 2 ضرب ألف اللي هو معامل سين تربيع أو صاد تربيع اللي هو عبارة عن 2. إذن صاد رح تساوي 6 زائد 28 أو جذر 28 على 4، أو صاد رح تساوي 6 ناقص جذر 28 تقسيم 4. فهدول هما الإجابتين اللي رح يكونوا عندي لقيمة صاد حسب ما جبناهم على القانون العام. طبعا لأنه 28 ما في إلها جذر عدد صحيح، فبالتالي بنخليها على الصيغة هذه زي ما هي. طيب نيجي الآن لباء. باب يحكي لي 4 سين تربيع ناقص 12 سين بيساوي سالب 5. لاحظوا أيضا الصيغة هذه أو المعادلة هذه مش مكتوبة على الصيغة العامة، إذن رح ننقل السالب 5 على الجهة الثانية عشان ما نتخربطش. فنيجي الآن لحل باء. 4 سين تربيع ناقص 12 سين زائد 5 بيساوي 0. إذن ألف حتساوي 4
وب حتساوي سالب 12 وجيم حتساوي موجب 5 زي ما احنا شايفين. طيب المميز في هذه الحالة ايش بيساوي؟ ب تربيع ناقص 4 ألف جيم اللي هو سالب 12 تربيع ناقص 4 في 1 في 5. طيب سالب 12 تربيع بيطلع عندي 144 ناقص 4 في 5 يعني ناقص 20. 144 ناقص 20 لاحظوا هنا عندي 4 ألف جيم، طبعا ألف بتساوي 4 مش 1، فبالتالي هنا عندي مضروبة في 4 يعني 4 في 4 في 5 بيطلع عندي 80. 144 ناقص 80 بيطلع عندي جواب 64 بالموجب. يعني هذا هو المميز، يعني في للمعادلة جذرين حقيقيين مختلفين. طيب نيجي الآن للحل على القانون العام. إذن س حتساوي سالب ب يعني سالب سالب 12 اللي هي 12 موجب أو سالب جذر المميز اللي هو 64 تقسيم 2 ضرب ألف اللي هي 4 يعني ضرب 8 أو 2 ضرب 4 عفوا اللي هو راح يطلع بالآخر بيساوي 8. يعني س حتساوي 12 زائد جذر ال 64 اللي هو عبارة عن 8، ف 12 زائد 8 عبارة عن إيش؟ عبارة عن 20 تقسيم 2 ضرب 4 اللي هو إيش راح يطلع عندي؟ 8. يعني س حتساوي 20 على 8 أو س حتساوي، نيجي الآن ناخد إشارة السالب، 12 ناقص 8 بيطلع عندي 4، 4 تقسيم 8 بيطلع عندي نص، يعني س حتساوي 4 تقسيم 8 أو عبارة عن نص. فهدول هم الجذرين الحقيقيين المختلفين للعدد س. طبعا هنا ممكن نختصر، ممكن نقسم على 4 فبيطلع الجواب بيساوي 5 على 2، يعني س بتساوي 5 على 2 أو س بتساوي 1 على 2. نيجي الآن للمطلوب ج. س تربيع زائد 6 س بيساوي 16. زي ما حكينا أول حاجة رح نكتبها على الصيغة العامة، س تربيع زائد 6 س ناقص 16 حيساوي 0. يعني أ بتساوي 1 وب بتساوي موجب 6 وج بتساوي سالب 16. طيب نيجي الآن نجيب المميز. المميز بيساوي ب تربيع ناقص 4 ألف ج، ويساوي ب تربيع عبارة عن 36، 6 تربيع بطلع عندي 36 ناقص 4 في ألف اللي هي 1 في ج اللي هي عبارة عن سالب 16. طبعا سالب مع سالب بيصير عندي موجب. 36 ناقص 4 في 16، 4 في 16 قديش عندي؟ 64. طبعا سالب مع سالب قلنا موجب، فبالتالي هذا الكلام بيساوي 36 زائد 64 ويساوي 100. طيب الآن نيجي للقانون العام عشان نحل أو نجيب قيم س. س حتكون بتساوي سالب ب يعني سالب 6 موجب أو سالب الجذر التربيعي للمميز اللي هو عبارة عن 100 تقسيم 2 ضرب ألف، الألف عبارة عن 1. فإذا س حتساوي أولا سالب 6 موجب جذر المية اللي هو عبارة عن 10 تقسيم 2، أو س حتساوي سالب 6 ناقص جذر المية اللي هو عبارة عن 10 تقسيم 2. معنى الكلام إنه س عندي حتساوي سالب 6 زائد 10 بيطلع عندي قديش؟ 4 تقسيم 2، يعني س حتساوي 2، أو سالب 6 ناقص 10 اللي هو سالب 16 تقسيم 2 ويساوي سالب 8. فعندي قيمة س رح تطلع إما 2 أو سالب 8. نيجي الآن لحل دال. دال زي ما أنتم شايفين أيضا المعادلة مش مكتوبة على الصيغة العامة، فحنكتبها على الصيغة العامة. 6 س تربيع زائد 25 س، نقلنا ال 25 على الجهة الثانية اللي كانت بالسالب فبتصير بالموجب. عندي هنا موجب 11 وسالب 10، لما ننقل السالب 10 على الجهة الثانية حتصير بالموجب، يعني زائد 21 حيساوي 0. هذه هي المعادلة على الصيغة العامة. إذن ألف حتساوي 6، ب حتساوي 25، وجيم حتساوي 21. إذن المميز حيساوي ب تربيع يعني 25 تربيع ناقص 4 في 6 اللي هو 4 في ألف في جيم اللي هو 4 في 6 في 21.
طيب لو حسبنا هذا الجواب 25 تربيع بيطلع عندي 625 ناقص 4 في 6 في 21 بيطلع عندي 504. إذن الجواب النهائي رح يطلع عندي 121. طيب نيجي الآن نجيب قيمة سين على القانون العام. سالب ب يعني سالب 25 موجب أو سالب جذر المميز اللي هو جذر 121 اللي هو بيساوي قديش؟ اللي بيساوي 11. تقسيم 2 ضرب ألف يعني 2 في 6 ويساوي 12. 2 في 6 ويساوي 12. إذن سين حتساوي سالب 25 زائد 11 تقسيم 12، أو سين حتساوي سالب 25 ناقص 11 تقسيم 12. ففي عندي إجابتين للمسألة. طيب سالب 25 زائد 11 رح يطلع عندي الجواب زي ما احنا شايفين، سالب 25 زائد 11 سالب 14 تقسيم 12. هذه هي الإجابة الأولى. أو سين بتساوي سالب 25 ناقص 11 قديش بيطلع عندي؟ يعني سين حتساوي سالب 36 تقسيم 12. سالب 36 تقسيم 12 قديش بيطلع عندي؟ سالب 3. بينما سالب 14 على 12 لو قسمنا على 2 فبيطلع عندي الجواب عبارة عن سالب 7 تقسيم 6. فبالتالي الإجابتين أو الإجابتين أو الحلين للمعادلة هما سين حتساوي سالب 7 على 6 أو سين حتساوي سالب 3. طبعا إحنا بعد ما بنطلع الحل بناخد مرة بالسالب ومرة بالموجب وبنبسط الحل لأبسط صورة. هذا هو الحل اللي موجود عندي للمطلوب دال والسؤال الثاني. نيجي الآن لحل السؤال الثالث. ما قيمة كاف التي تجعل جذري المعادلة 3 سين تربيع ناقص 6 سين زائد كاف بيساوي 0 متساويين؟ يعني بدي قيمة كاف اللي بتخلي جذور المعادلة متساويين. ايش يعني جذور المعادلة متساويين؟ طبعا احنا بنعرف لما يكونوا جذور المعادلة متساويين المميز قديش لازم يكون؟ لازم يكون بيساوي 0. يعني في هذه المعادلة اللي موجودة عندي المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 ألف جيم لازم يكون بيساوي 0. المميز يساوي 0. طيب قديش قيمة ألف في المعادلة اللي هي بتساوي 3؟ قديش قيمة باء بتساوي سالب 6؟ قديش قيمة جيم اللي هي بتساوي كاف؟ طبعا أنا بدي قيمة كاف. طيب زي ما حكينا المميز بيساوي باء تربيع يعني سالب 6 تربيع ناقص 4 في ألف اللي هي 3 في جيم اللي هي عبارة عن كاف اللي هو بتساوي 0. فأنا بدي قيمة كاف اللي بتخلي الكلام هذا بيساوي 0. طيب سالب 6 تربيع اللي هو عبارة عن 36 ناقص 12 كاف بيساوي 0. طيب عشان نجيب قيمة كاف نيجي ننقل هذا الحد على الجهة الثانية، يعني 12 كاف حتساوي 36 تقسيم 12 تقسيم 12، يعني في النهاية كاف راح تساوي 3. فبالتالي قيمة كاف اللي بتخلي المميز بيساوي 0، يعني عشان يطلع الجذرين أو للمعادلة جذرين متساويين يعني جذر واحد هي عبارة عن 3. نيجي الآن لحل سؤال 4. أحل المعادلة 2 ص تربيع بتساوي سالب 2 ناقص 5 ص بطريقتين. طيب أولا إحنا رح نكتب المعادلة على الصورة العامة اللي هي 2 ص تربيع زائد 5 ص ناقص أو زائد 2 بيساوي 0. نيجي نحل المعادلة بالطريقة الأولى اللي هي طريقة القانون العام. فبالتالي ألف بتساوي 2 وباء بتساوي 5 وجيم بتساوي 2. فإذا حنجيب المميز باء تربيع ناقص 4 ألف جيم اللي هو بيساوي 2، أو باء تربيع اللي هو عبارة عن 5، 25 ناقص 4 في 2 في 2. فبالتالي 4 في 2 8 في 2 16، 25 ناقص 16 بيطلع عندي 9. إذن للمعادلة في عندي إلها جذرين مختلفين. إذن عشان نجيب قيمة ص حتساوي سالب ب
يعني سالب 5 موجب أو سالب جذر. المميز اللي هو 9 تقسيم 2 ضرب ألف اللي هو عبارة عن 2. فإذا صاد حتساوي سالب 5 موجب جذر 9 اللي هو عبارة عن 3 على 4، أو صاد حتساوي سالب 5 ناقص 3 على 4. يعني صاد حتساوي سالب 5 زائد 3 اللي هو عبارة عن سالب 2 على 4 اللي هو بيطلع سالب نص، أو صاد حتساوي سالب 8 على 4 اللي هو بيطلع سالب 2. فهدول هم الحلين الموجودين عندي لصاد في الطريقة الأولى اللي هي طريقة القانون العام. طيب بالنسبة للطريقة الثانية اللي هي طريقة التحليل إلى العوامل، طبعا زي ما احنا عارفين 2 صاد تربيع زائد 5 صاد زائد 2 بيساوي 0. بما انه معامل صاد تربيع ما بيساويش 1، ففي عندي طريقتين للحل بالتحليل إلى العوامل، إما بنقسم هدول كلهم على 2، أو في عندي طريقة اللي حكينا عنها قبل هيك، إنه 2 صاد تربيع بتساوي إيش ضرب إيش؟ بتساوي 2 صاد ضرب صاد، وبنعمل طريقة المقص. فبدي عددين، لما نجيب حاصل الضرب تبعهم في 2 صاد وصاد بيطلع عندي موجب 2 ومجموعهم 5 صاد. طبعا العددين رح يكونوا عندي من عوامل التنين اللي هما التنين والواحد، فنفرض انه هنا في عندي 1 وهنا في عندي 2، طبعا هنا بالموجب وهنا بالموجب. 1 زي ما احنا شايفين ضرب 2 بيطلع عندي قديش؟ 2. طيب وحاصل مجموعهم لما نضربهم مع بعض 2 صاد ضرب 2 بيطلع عندي 4 صاد، زائد صاد ضرب 1 بيطلع عندي صاد، 4 صاد زائد 4 صاد بيطلع عندي 5 صاد. إذن هيك أنا قدرت أحلل المعادلة التربيعية. فعرفنا الخطوات اللي لازم نتبعها. أولا بدي أحلل 2 صاد تربيع. 2 صاد تربيع إيش بتساوي؟ 2 صاد ضرب 2 صاد. بدي عددين حاصل ضربهم 2 اللي هما الواحد والتنين، حطيتهم زي هيك. طيب الآن طبعا حطيتهم بإشاراتهم بالموجب. الآن بدي أضرب المقص وأجمع عشان يطلع عندي الحد اللي في النص. إذا طلع عندي اللي في الحد اللي في النص إذن تحليلي هذا صحيح، إذا طلع رقم مختلف إذن تحليلي خاطئ. طيب ضربنا 2 صاد ضرب 2 طلعت عندي 4 صاد، وصاد ضرب 1 بيطلع عندي صاد يعني 1 صاد، 4 صاد زائد صاد بيطلع عندي 5 صاد، نفس الحد اللي موجود في النص. إذن التحليل تبعي تحليل صحيح 100%. يعني تحليل هذه العبارة بيساوي 2 صاد زائد 1 مضروب في صاد زائد 2 بيساوي 0. طيب إذا بتتذكروا في طريقة التحليل قلنا لما يكون عندي مقدارين حاصل ضربهم بيساوي 0، معناها إما 2 صاد زائد 1 حتساوي 0، أو صاد زائد 2 حتساوي 0. طيب من هذا الكلام صاد قديش رح تساوي؟ حننقل الواحد على الجهة الثانية حتصير سالب 1 ونقسم على 2، يعني صاد حتساوي سالب نص، وهنا صاد حننقل 2 على الجهة الثانية فحتساوي صاد سالب 2. فزي ما احنا بنلاحظ طلعت عندي نفس الأجوبة اللي حلناها بالقانون العام، ولازم أساسا تطلع نفس الأجوبة لأنه الحلين بيأدوا لحلول المعادلة نفسها. نيجي الآن لحل السؤال الخامس. يسدد لاعبو كرة السلة كراتهم نحو المرمى بمسار يمكن تمثيله بالمعادلة عين بيساوي 9 سين تربيع زائد 81 سين زائد 5، حيث عين تمثل ارتفاع الكرة بالمتر بعد سين ثانية. طيب يعني بعد زمن معين اللي هو سين بقدر أعرف ارتفاع الكرة، يعني لو عوضت بسين بواحد بقدر أعرف ارتفاع الكرة بعد واحد ثانية. طيب إيش المطلوب؟ احسب الزمن اللازم لتكون الكرة على ارتفاع 3 متر، يعني تكون عين بتساوي 3 متر. بدي أحسب قيمة سين لما تكون عين بتساوي 3 متر. طيب سهلة جدا، يعني بده سالب 9 سين تربيع زائد 81 سين زائد 5 بتساوي 3 متر، يعني يكون الارتفاع بيساوي 3 متر.
بده قديش قيم سين اللي بتحقق هذه المعادلة. طيب عشان نجيب قيم سين بدنا نكتب أول حاجة المعادلة على الصيغة العامة، يعني الثلاثة بدنا نقولها على الجهة الثانية، فبتطلع عند المعادلة سالب 9 سين تربيع زائد 81 سين زائد موجب 5 وسالب 3 بضل عندي موجب 2 بيساوي 0. طيب لاحظوا عندي انه هنا المقدار عندي سالب 9 سين، يعني من الصعب جدا انه انا احلل هذا المقدار بطريقة التحليل الى العوامل، فبالتالي اسهل طريقة هي القانون العام، الف بتساوي سالب 9، ب بتساوي 81، وجيم بتساوي موجب 2. الان نيجي نجيب المميز، المميز بيساوي ب تربيع ناقص 4 ألف جيم ويساوي 81 تربيع ناقص 4 ألف جيم، 4 في ألف اللي هي عبارة عن سالب 9 في جيم اللي هي عبارة عن 2. لاحظوا أنا أنه سالب مع سالب بيطلع عندي موجب، إذن بيطلع عندي الجواب أو المميز عبارة عن 81 تربيع زائد 4 في 9 في 2، فبيطلع عند المميز عبارة عن 6633 زي ما احنا شايفين. طيب طبعا المميز احنا الان راح ندخله في الجذر بعد ما نجيب الحل. الان نيجي للقانون العام، سين حتساوي سالب ب اللي هو عبارة عن سالب 81 موجب أو سالب جذر 6633 المميز تقسيم 2 ضرب ألف اللي هي عبارة عن سالب 9. إذن سين حتساوي سالب 81 زائد جذر 6633 عبارة عن 81.4 تقريبا تقسيم 2 في 9 اللي هي سالب 18، أو سين حتساوي، طبعا هذا هو الحل الأول لما نأخذ الإشارة الموجب. نيجي الآن للحل الثاني لما نأخذ إشارة السالب، سين حتساوي سالب 81 ناقص 81.4 تقسيم سالب 18. طيب لو جبنا الحلين، يعني جبنا الحل الأول والحل الثاني عشان نعرف قديش بيساووا، راح نلاقي إنه الحل اللي موجود عندي هنا سالب 81 زائد 81.4 اللي هو راح يطلع عندي قديش 4 تقسيم سالب 18 اللي هو راح يطلع من عندي انه سين حتساوي سالب 2 من 100، فبالتالي انه سين راح تكون بالسالب. طيب احنا اساسا ايش حكينا فوق؟ حكينا انه سين بتعبر عن زمن اللي هو بيكون عنده ارتفاع الكراعين، فبالتالي سين عبارة عن زمن. هل ممكن يكون عندي زمن في الدنيا بالسالب؟ طبعا لا، إذن الجواب هذا مرفوض. ليش؟ لأنه الزمن من المستحيل أنه يكون بالسالب. هل ممكن يكون عندي الزمن سالب 2؟ يعني قبل ما أرمي الكرة باتنين من 100 ثانية وصلت لارتفاع 9 متر؟ فطبعا هذا الاشي مستحيل انه قبل ما ارمي الكرة يكون بسالب 2 من 100 ثانية انه تكون وصلت لارتفاع 3 متر. فاذا الحل الثاني انه سين حتساوي سالب 81 ناقص 81.4 على 18، يعني سين حتساوي 162.4 بالسالب تقسيم سالب 18 ويساوي 9 ثانية، وهذا هو الحل المنطقي وهو الحل الصحيح. يعني بعد 9 ثواني من رمي الكرة وصلت لارتفاع عين بتساوي قديش 3 متر. فهذه هي الإجابة الصحيحة والمنطقية. أصدقائي الأعزاء، هيك بنكون انتهينا من شرحنا لليوم. بتمنى تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة إذا أنتوا مش مشتركين، وتفعلوا جرس التنبيهات. أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكوا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اللي حابب يدعم القناة، احنا فعلنا ميزة الباتريون، فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو. أيضا ياريت تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف أسفل الفيديو، حتفيدكوا كتير. في الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء جديد.